صحيح. هو الوقت الحاضر عندنا نقص، هو نقص، هو في الفترة هذه ديما فما نقص، خاطر احنا في فترة اللي معناتها ينقص فيه الانتاج الحليب بطبيعته، ولكن في نفس الشيء عندنا اشكاليات بالنسبة لتوفير الاعلاف الى اخره، ولكن قريبا قريبا المشكل هذا سيمشي يتفض، وقدرة الاله يكون متوفر للمواطن المستهلك في اقرب. يعني فما اتحاد الفلاحين يحكي انه ربما ما عاد فما حليب في الفترة هذه. انا عندي منقول، انا اعطيتك رأيي.